انت بتشرب تاني ولا ايه؟ انا جوه حاطط سمبوسه بالجبن. خش يا ريم. اول حاجه رمضان كريم، النهارده هنجرب مكان جديد قدام الاهرامات على طول عند بوابه ابو الهول، بيعملوا صواني وشوز وحاجات جامده قوي. قبل ما اوريكم اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وفولو سبسكرايب وكومنت. يلا بينا. طبعا مش هنيجي مكان بفيو جامد زي كده من غير ما نتصور سوا زي دي. مكان زي ما انتم شايفين فيو بتاعه جامد، الديكوريشن بتاعته رهيبه، يدخلك في مود رمضان الجميل اللي كلنا بنحبه. والاكل نازل بقى، يلا بينا ناكل. يلا يا ريم. اوه السنه بس السنه دي بكام انت قلتي؟ الصينيه دي بتكفي 5 افراد، وسعر الفرد فيها بيدفع 240 جنيه شامل خدمه وضريبه وسلطه. انا شايف ان في حاجات كتير، ده احنا هناكل النهارده بقى. استنى بقى هنشوف الحاجات اللي جنبها الاول. في ايه اللي جنبها؟ طاجن خضار، ملوخيه. اوه سلام على الملوخيه. شوربه بقى وسلطات. ونخش بقى على محتويات الصينيه. اول حاجه كفته، محشي، فراخ، كباب، شيش طاووق، اوكي، كبده، ممبار، وسمبوسه، وفي رز تحت. هتتخني؟ لا مش هتتخني. هتاكلي وهتشوفي. مش مهم، المهم ناكل، احنا صايمين بقى لنا كتير. يلا بينا. يلا ناكل بقى. انا بص يا ريم، مبدئيا كده انا عاجبني الفيو اللي وراكي. الفيو جامد. يعني الفيو وانت بتاكلي. الفيو ده برضه جامد. انا يا لهوي. اول حاجه اوف مستويه. مستويه جامد. ايه الطعم؟ التتبيله فيها جامده قوي. شايف ان في كفته بس لا ما بتتكلمش معايا كده، معلش. في يعني عاملين لك شكل الطحينه حلوه قوي. يا لهوي استمتاع. لا جامده صح؟ جامده قوي صح. انا بقول ردبوك كده. في ايه تاني بقى؟ كباب. ايه؟ جامد الكباب. جامد؟ ايه استمتاع. رمضان بيحب السمبوسه. انا حسيت بكده والله. ممبار بقى. ممبار بقى يا لهوي. لا جامد الممبار، سبايسي كده، في حته سبايسي كده في الاخر. تعالوا نشوفها موجوده في المحشي ولا لا. ايه برضو موجوده. طب بقول لك ايه بقى، ما تسيبك بقى من السنه دي كلها، يا متهيألي انت جربت كل حاجه. جربت كل حاجه؟ كل حاجه. تعالى بقى اوريكي حاجه اجمد بقى. ويجيبوا بقى الملوخيه كده، يا لهوي. ودن القطه، وريهم الودن. يلا بينا. ايه بقى جامده. حلوه. هات تاني. هات تاني. هات تاني. دي عجبتك بقى. بعد الاكل بقى يا كيرو هوريك حته شو يعني. جبت لك العرق سوس كمان لغايه عندي. ايوه جامد ده. دون انا بعد انا لازوش. لا ايه ده بتشربوا تاني؟ ايه ده انت بتشرب تاني ولا ايه؟ انا جوا حاطط. جامد. ايوه هو ده. ان في زاري عشان لو معاكوا اطفال يرسموا بقى على وشهم، يلونوا فوانيس. سين بقى دلوقتي مستنيين السحور. الصينيه دي فيها ايه؟ اوه المكونات بقى، علبه زبادي وبطاطس وسلطه وبيض مقفول عشان يقفل بقى، وجبنه. بس واخر حاجه عايزه اقول لكم ان سعر السحور ده 130 جنيه وبس كده. ده كان يومنا في تري لانج. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب وسلام.